رمضان كريم عليك. عليك وعلينا ان شاء الله وعلى الشعب العراقي وعلى الامه الاسلاميه. انا احبك وتعرفني ايش قد يعني غالي عندي انت، واعرفك انت دائما سباق الخير، اوكي؟ واي شيء تقول انا جاهز، صح؟ انا اعرفه كل الزين. اذا اقول لك على شغله شوف، اوكي؟ اديرها؟ انت كبيرنا، اوكي؟ حبيبي احنا دائما نستشيرك كل شغلات. الشمه اوكي، الشمه والفطر في ناس واحد، لو كل واحد واحد. الشمه يختلف عن الافطار يعني، مو لا تغش من عندك. قبل كم يوم كنا شمه بس كله رمل، ما فينا زين. اي والله العظيم مو بستين، لا مو بسبعين، بستين. بس قبل كم يوم انا واصدقائي يعني اشتهينا شمه بصراحه، بس قد ما تنظف بي يبقى بي بالاخير يعني شلون الرمل، والعالم صايره كتل عليه، كتل على ابو الحلاوه. حجي باقي له بالدين؟ باقي انا اكلت مخلمه ومحمود باقي له بالدين وضياء.